سلامات. الحلاقة في الصين أو قص الشعر في الصين، ناس يمكن تستغرب تقول لك يا عمي أنا لو أجيت على الصين وين بدي أحلق؟ وين بدي أروح؟ كذا. بهذا الفيديو راح نعمل تجربتين للحلاقة، تجربة في أحد الصالونات في واحد من الأحياء الشعبية اللي أنا شخصياً بحلق فيه، وتجربة تانية راح تكون في صالون تاني آخر. تابعوا الفيديو عشان تشوفوا التجربتين، راح نحط بالضبط قديش التكلفة تبعت كل واحد. طبعاً يا اخوان عم بحاول بهاي القناة احكي كل اشي بخص حياتنا في الصين، تمام؟ علشان لو حدا فيكم حب يجي زيارة او يجي يقيم يكون عنده ان شاء الله المعلومات الكافية الوافية وما يتغلب وما ينضحك عليه. تابعوا. خير، كيف الحال؟ جاي احلى شعري، اعرفكم على صديقي ازمن. الكريستيان صيني مسلم، يتحدث اربع لغات: صيني، انجلش، تركيش، اوزبك. فبدكم تيجوا عند ازمن. دي احلك، يلا.
لا هلا بدنا نحاسب. درجة سنجو سنجو يعني 35. هو هذا الزلمة دائما بطلب 35، بس احنا شو بنعمل؟ بحب دائما نعطيه كرمية لانه بدير باله براعينا، بغسلنا شعرنا. زلمة كتير نظيف ومرتب. هلا خلصنا حلاوة، وهلا بدنا نروح نشرب قهوة. يلا سلامات، رجعنا في الحلقة الثانية من الحلاقة في الصين. احنا في ايو لسه، جربنا الحلاقة الصيني، هلا بدنا نجرب الحلاقة هنا في تركيش باربر شوب في مدينة ايو. خلينا نشوف الاجواء غير، الصالون غير، البوس غير. اوكي خلينا نجرب، يلا نبلش. دولنا العربية أو حتى في تركيا، الديكور، العدة، الشعور هيك كأنك قاعد في صالون، بتحب تحس حالك قاعد في صالون في الصين. صالون كتير مرتب، الشاب كتير مرتب. أول مرة باجي هون أنا، يعني راح نشوف بعد الحلاقة. بلش هلا باللحية، نعمل تخفيف بالماكينة. ولاحظت شغلة، أول مرة بلاقي بالصين إليجنس. إليجنس مش موجود بالصين، بس عندك موجود. جاي تركيا. جاي تركيا. جاي من تركيا. هذا جل. جل. جل شعر. لا شعر. هذا الجل اللي أنا كنت أستخدمه في الأردن، ما شفته بالصين. هاي أول مرة عم بلاقيه. عن صديقنا هون. خلصنا حلقة، حطينا جل، الأمور تمام. الأخ محمد من تركيا، من منطقة هاتاي، يتكلم اللغة العربية، فالإخوة العرب اللي بدهم يجوا كمان راح يحسوا بأريحية. شعور حلو إنك كنت تقدر تحكي اللغة وإنت بتحلق، إشي شعور تاني. كل شيء مرتب. شكرا لك. الآن لحظة ال جوبا. الدفع زي ما احنا عارفين في الصين، ندفع على جوبا، ودفعنا 100 رمبي تقريبا، ما يعادل حوالي 16 او 17 دولار. السعر مقبول يعني، مقابل النظافه اللي في المحل، الاهتمام، ماكينه الشمع زي ببلادنا، ماكينه البخار، كل شيء موجود. محمد شكرا جزيلا. شكرا. خلصنا، يلا نروح نشتري اغراض رمضان. باي باي. شفنا الصالونين وشفنا ايش دفعنا عند الاثنين. طبعا اي حدا بيجي على الصين هو له حريه الاختيار، بحب يحلق هون. طبعا مش هدول الصالونين الوحيدين في ايو، فيها كثير، لكن احنا طبعا حبينا نورجي هدول النوعين من الصالونات مع فرق الاسعار. احنا برضو نرجع بنحكي، بنحاول ننقل في قناتنا عربي في الصين المعلومة كما هي، قديش بندفع، قديش عم وين بنروح، علشان الناس برضو تكون فاهمة بالضبط ايش اللي عم بصير. يا ريت اشتراك، لايك، تفعيل زر الجرس. مش طالبين كثير يا جماعة، مليون بس بدنا مليون متابع. يعطيكم العافية، سلامات.